سألت ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت ويا من يبتغي أمرا مطاعا يسمع نافذ من قد أمرت. ومن جميل ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل سؤالا عظيما كلنا نسأل عنه، متى يجد العبد الراحة؟ متى الراحة؟ متى تكون الراحة؟ فقال عند أول قدم يضعها في الجنة، قبل ذلك لا راحة. ومن آثر الراحة فاتته الراحة، من بحث عن الراحة في الدنيا فلم يعمل سيندم في الدنيا والآخرة ولن يرتاح. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. ما تريد أن تصوم، ما تريد أن تتنفل، ما تريد أن تطلب العلم وتريد أن تكون من المقربين، هذا لا يكون. الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. فالإمام أحمد يقول الراحة للعبد عند أول قدم يضعها في الجنة، فهناك الراحة حيث لا غصص ولا موت ولا منكد. والموفق من أتعب نفسه لينال الراحة.